هو أجمل محمود سعد وأنجح. من طبعا من اهم ومن اجمل ومن انجح الصحفيين اللي اشتغلوا في التلفزيون، واللي انا شخصيا كان عندي حظ ان انا اشتغل معاهم، مفيش كلام. يعني محمود سعد هو اللي صنع جماهيرية البيت بيتك بلا شك، كان جزء كبير جدا. يعني شخصيته الإعلامية والصحفية في التوقيت اللي كان فيه هذا البرنامج، هي يعني هو اللي جذب ليه جماهير كتير جدا، لأنه هذا المذيع اللي قريب جدا من الناس، اللي بيتكلم زي المواطن بتاع الشارع بس بطريقة صحفية ومهنية، وبأناقة الصورة والكلام والأسلوب في الحوار، هو أكيد جزء مهم للغاية وجزء كبير جدا في صنع جمالية هذا البرنامج. لكن تخيل بقى كل اللي أنا بقوله ده على محمود، لكن ما كانش بيتقال برنامج محمود سعد، بيتقال بيت بيتك. فمش كل البرامج كانت معروفة بأسمائها. طبعا أنا بالنسبة لي كصانع بحب جدا انه البرنامج يعرف باسمه مش باسم مذيعه، رغم اني شخصيا كصانع برضو من محبي النجوم. يعني انا اعتبر يعني النجاح العظيم اللي انا احبه انه يبقى اللي بيقدم برنامج نجم، او لو هو نجم اسمه يقفز يعلو. بحب جدا الحكايه دي وبتمتعني شخصيا، وتعاملت الحقيقه مع، مش عاوز اقول كل النجوم، بس تعاملت تقريبا مع اغلبهم. يعني اغلب النجوم اللي شكلوا التلفزيون من 2004، من قبل كده من 94 وقت الدكتوره هاله لغايه دلوقتي. ف لكن فكره انه برنامج يعرف باسمه دي، يعني حديث القاهره مثلا اللي انا بشرف عليه دلوقتي في القاهره والناس، أنا اللي اخترت الاسم يعني حديث القاهرة. هنا العاصمة اختيار مشترك. هنا العاصمة كان برنامج الأستاذ لميس الحديدي في السي بي سي، وبرنامج شهير يعني. هو كان اختيار مشترك بيني وبين لميس، كنا بنقعد نتكلم كده على التليفون في بداية تأسيس المحطة، هيسميه إيه؟ هنسميه هنا القاهرة، هنسميه يعني، كنا بنحاول نشوف اسم بس الشكل. المحطة أصلاً سي بي سي كان هيبقى اسمها العاصمة. بس ما ينفعش إن إحنا نعملها باسم العاصمة، علشان يعني كان اظن في حاجه بهذا الاسم، كان اظن القناه الثالثه كان اسمها العاصمه، وفكرنا ان احنا نسميها القاهره برضه، ما كانش ينفع يعني. كان القاهره هي القناه الثالثه، والعاصمه كان في سبب برضه خلانا ما نعرفش ناخد هذا الاسم يعني، فسميناها سي بي سي اللي هي كابيتال برودكاستنج شانلز، يعني مركز تلفزيون العاصمه، كابيتال بروكاستنج سنتر، سي بي سي. سي بي سي برضو ده كان اختياري كاسم، وكان وقتها برضو كان في تفكير انه ما يبقى اسمها عربي اكتر. حصلت مناقشه يعني، بس انا شفت انه، او كانت وجهة نظري يعني، انه بصرف النظر انت الاسم هو عربي او اسم اجنبي، هو حروف او كلمة، الحاجة بتكتسب مصداقيتها وجمالها وشهرتها من اللي بتقدمه.